منامتها هاي يقول خاتم ابو سليمان يوم شاف ابو سليمان غاب خاتم سليمان ابو سليمان خاتم ابو سليمان لو سرقت امر بيشام يا ما زلمنا من التهايم لا 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 من التهايم يا رجال لا تهايم ما سلمنا من لا لا يا لا 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 اي هي هز هز هذا لعب شهر يا جاي اي مرة اي علم لا 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 ما معي عجرة لا 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 يتعلم على طول اقرا عليهم الله يبارك الله فاصل فاصل تفضل فاصل هذا فاصل حلو فاصل الفاصل احنا عندنا الفاصل ارجع انت فاصل افضل فاصل افضل والله اي والله لا 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 فاصل هاي لا زال لا تهام ما سلمنا متى هاي هلا ابي هلا انا هو اذا يبي خلص قال ابي ابي الله يرحم والديك والله ابو علي يعني الله انه مثابه ابوي بنفقد الثنائيه هذه الحقيقه ابو علي والله حتى لو ينتهي البرنامج اللي اجيه بشاير اخذت الموقع حقه خلاص مرحبا بك ابو سليمان جده وكذلك ابو عبد الرحمن جده يا احلى نونو جده يا احلى نونو ابني بشرنا اليوم سهلا اليوم بشرنا جده رحم الله والديك تعال في الحضني رحم الله والديك يا ابو عبد العزيز ابو وسام احنا دشنا اليوم جدو اللي هو ابو سليمان عمو عاد بكره نشوف بكره عمو يا سلام اللي بيحجز من اليوم حجز عمو انت يا احمد موفق بحب الاطفال حقك والله العظيم يستاهل انت العم احمد العوض انت ولربما عمر الاخ العنزي يشوفنا ايش اسمه الجو هذا اسمه الساعه الاخيره اسمها ساعة المرح احتفاء احتفاء نعم تفضل ما شاء الله تبارك سلام ما شاء الله يعني معنا